إذن كان هذا المؤتمر الصحفي في وزارة التربية بين الوزير أبو صعب وهيئة التنسيق النقابية. ننتقل مباشرة إلى النشرة. سليمان يوجه رسالة إلى مجلس النواب لاستكمال الاستحقاق الدستوري. زيارة الراعي الأراضي المقدسة بين وجهة نظر حزب الله والاعتبارات الرعوية. داعش العين على حقول النفط. وجه رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان رسالة إلى المجلس النيابي بواسطة رئيس المجلس، يطلب بموجبها واستنادا إلى الفقرة العاشرة من المادة 53 من الدستور العمل بما يفرضه الدستور وما توجبه القوانين لاستكمال الاستحقاق الدستوري تفاديا للمحاذير والمخاطر التي قد تنشأ من جراء عدم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قبل 25 من شهر أيار الجاري. تجدر الإشارة إلى أنها أول مرة يوجه فيها الرئيس سليمان في عهده رسالة إلى المجلس النيابي. سليمان عرض مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل التطورات الراهنة وأجواء الاجتماعات العربية والدولية الأخيرة التي شارك فيها. وفد من حزب الله في بكركي محذرا من تداعيات زيارة البطريرك الراعي القدس، وفي صرح البطريركي أيضا السفير السعودي. هي زيارة ضمن اللقاءات الدورية التي يجريها حزب الله مع بكركي، لكن مداولاتها هذه المرة كانت أساسية وشملت ملفي الساعة، زيارة البطريرك الراعي للأراضي المقدسة والأجواء المواكبة للاستحقاق الرئاسي، مداولات حافظ فيها كل طرف على مواقفه ومواقعه. وضعنا في أجواء ما نراه من تداعيات سلبية على هذه الزيارة، ونأمل أن تؤخذ هذه الاعتبارات أو هذه الرؤية في عين الاعتبار. وذكر الاعتبارات الدينية والرعوية للزيارة التي يقوم فيها، وخصوصا فيما يخص المسيحيين وفيما يخص القدس بالذات في زيارته، بعيدا عن التداعيات السياسية التي نتحدث عنها. في الشأن الرئاسي، أبلغ البطريرك وفد الحزب أن الاستحقاق شأن لبناني وليس فقط مسيحيا، وبالتالي من المهم أن تشارك جميع الكتل في الانتخاب وتنزل إلى البرلمان قبل نهاية المهلة الدستورية. إذا لم يكن هناك رئيس متفق عليه ويشكل شخصية لكل اللبنانيين وليس شخصية تحدي للبنانيين ويدخل البلد في أزمات ومشاكل كبرى، أكيد لن نذهب. وفيما لم يتم التطرق إلى أسماء المرشحين، لم يشأ السيد الإفصاح عن مرشح الحزب. حينما يعلن مرشحنا نفسه للانتخابات الرئاسية، يعني نحن نعلن ذلك إن شاء الله. يعني عندما تنتهي المهلة، يعني حينما يعلن مرشحنا نعلن نحن. التطورات في لبنان والاستحقاق الرئاسي حضر في لقاء البطريرك الماروني مع السفير السعودي علي عواد عسيري الذي استبقاه الراعي إلى مائدة الغداء. غادر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لبنان إلى الخارج عبر مطار رفيق الحريري الدولي في زيارة عمل. مصدر قوتي كشف للLBCI أن جعجع يقوم بجولة أوروبية وعربية تشمل فرنسا والمملكة العربية السعودية، وهي كانت مقررة منذ نحو أسبوع. اتفاق بين هيئة التنسيق النقابية ووزير التربية الياس أبو صعب على مواصلة العام الدراسي من دون إضرابات، فيما الامتحانات الرسمية مرتبطة بالجلسة التشريعية في 27 من أيار. التفاصيل مباشرة من وزارة التربية مع الزميلة رنيم بوخزام. إذا رنيم، كيف يمكن إيجاز أبرز ما جاء في اجتماع الوزير بهيئة التنسيق النقابية؟ نعم، يعني فعلا ماريو، القرار الذي قمت يعني بتلاوته منذ دقائق جاء من مبدأ الحرص على مصير التلامذة، يعني الجميع أكد على ضرورة إنهاء العام الدراسي والقيام بالامتحانات المدرسية، ولكن الامتحانات الرسمية تبقى معلقة وذلك بانتظار ما سيحصل في جلسة 27 أيار. يعني بالحرف قال نقيب نعمي محفوظ، قال الموضوع مربوط بشو بدهم يعطون
يكون قبل الامتحانات يعني. وأيضا حنا غريب أكد بأنه يعني هم يعني ينتظرون التوصيات التي ستنتج عن الجمعيات العمومية وعن أعضاء هيئة التنسيق بحال لم يتم إقرار السلسلة والمطالب التي يطالبون بها في جلسة 27 أيار. وقال: نحن رهن إشارة كل أعضاء هيئة التنسيق ولن نتراجع عن هذه المطالب المحقة. ماريو، فيما يلي سوف نستمع إلى أبرز ما قاله الوزير لياس أبو صعب. للعام الدراسي ما راح يصير في إضرابات قبل ما يخلص العام الدراسي، ما راح يصير في تسكير للمدارس قبل ما يخلص العام الدراسي. أكثر من هيك، اليوم فكرنا ندرس جديا إمكانية تمديد العام الدراسي أسبوع كامل، لأنه في بعض المدارس حست بدها وقت إضافي لحتى يخلصوا المناهج ليحضروا الطلاب. هيدا القرار أنا صراحة بدي أشكر جميع الموجودين معنا اليوم على الطاولة لحسهم بالمسؤولية اللي نحن بنعرفها عنهم. بشكرهم أنه اتفقنا على إنهاء العام الدراسي وإجراء الامتحانات المدرسية بموعدها، يعني كل المدارس بدها تقوم بالامتحانات بالموعد المحدد لإلها. أما فيما يتعلق بالامتحانات الرسمية، شهادات البكالوريا والبريفي، هيدا الموضوع معلق لحتى نشوف شو بده يصير بجلسة 27 الشهر. مطلبيا أيضا، واصل مياومو شركة كهرباء لبنان إضرابهم لليوم السابع، وعمدوا إلى إقفال كل مداخل المبنى المركزي للمؤسسة مهددين بمواصلة اعتصامهم أمام الشركة واتخاذ خطوات تصعيدية حتى الحصول على حقوقهم كاملة. بدنا حقنا، بدنا نقبض بأول الشهر، بدنا الزودة اللي هن عم بيقولوا عنا موجودة كان أموال ضايعة بالصفقة، بدنا يتحاسب اللي عمل هيدا الموضوع وجبرنا نضل هيك. ما بدنا نضرب، ولا بنحب نسكر بوابة، ولا بنحب نعمل شيء. أضربنا أضراب كتير حضاري على بوابة مؤسسة كهرباء لبنان، لحد هلأ ما حدا عبرنا. نحن ابتداء من بكرة مسكرين كل البوابات، وابتداء من الاثنين رح نحرق دوليبو، والثلاثة رح نسكر الطريق، وكل التصعيد متاح قدامنا لحتى ناخد كل حقوقنا. إذا ما أخذنا كل حقوقنا، إذا ما عملنا هيك ما رح ناخد كل حقوقنا. في المقابل، أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا ينص على دفع جزء من المبالغ المستحقة للعمال، على أن يجري الأخذ بتوجيهات وزارة المال لإيجاد الحل الملائم لقضيتهم. عصفت ممارساتهم بغير الحضارية، داعية القوى الأمنية إلى استلام الأمن في المبنى المركزي، وذلك حفاظا على سلامة الموظفين والمواطنين وتأمينا لحسن سير العمل في هذا المرفق العام. في التحركات المطلبية أيضا، نفذ مقدمو الخدمات الفنية بالساعة في وزارة المال اعتصاما أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة في العدلي، مطالبين بحقوقهم المهدورة من تثبيت وضمان اجتماعي وإجازات. الملفات المعيشية يفترض أن تحضر على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة بعد الظهر، نقل مكانها من قصر بعبدة إلى السرايا الحكومية نتيجة خلافات على عدد من التعيينات. الزميل بسام أبو زيد يوفينا بالتفاصيل. إذن بسام، ما هو جوهر هذا الخلاف وما هي البنود التي يمكن أن تطرح أيضا في الجلسة؟ يعني التعيينات التي كانت يجب أن تحصل في جلسة مجلس الوزراء أو عقدت في بعبدة كانت علاقة بالمجلس العسكري، ومن الناحية البروتوكولية يعني بما أن الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فكان يجب يعني بهذه التعيينات أن تصدر عن جلسة لمجلس الوزراء تعقد في بعبدة. ولكن بما أن هناك خلافات تتعلق بهذه التعيينات ولم يتم الاتفاق على هذه التعيينات، فقرر نقل الجلسة إلى السراي الحكومي ليرأسها رئيس الحكومة تمام سلام. هذه الجلسة في حال لم تستجد عليها أي تعيينات أو أي مواضيع من خارج جدول الأعمال لها علاقة مثلا بمسألة سلسلة الرتب والرواتب وتحركات هيئة التنسيق وأمور أمنية وسياسية أخرى، ستكون جلسة عادية يتضمن جدول أعمالها 61 تندن تتعلق بأمور إدارية وبأمور مالية لها علاقة بتسيير إدارات الدولة. نعم. طبعا في بداية هذه الجلسة وبحسب المعلومات التي توفرت رئيس الحكومة ستكون له كلمة سيتحدث فيها عن زيارته المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية واللقاءات التي سيعقدها هناك كبار المسؤولين السعوديين. شكرا لك بسام. مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وفي كلمة له أمام ضريح المفتي الشهيد حسن خالد في ذكرى اغتياله،
رأى أن مراهقي السياسة ما زالوا يتخاصمون، وإن استمر خصامهم فسوف يكون لبنان وشعبه ضحية هؤلاء المتخاصمين. لبنان هو أمانتنا، ينبغي أن يحسم اختيار رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن. هل رئيس الجمهورية القادم لم يولد بعد؟ هل هو غير واحد من هؤلاء اللبنانيين الذين نسمع عنهم؟ إطلاقا لا. إذن ينبغي أن يحسموا هذا الخلاف وأن لا يتلهوا به عن اختراق العدو الإسرائيلي اليومي أو شبه اليومي لأجواء لبنان ولسيادة لبنان. تتابعون بعد الفاصل. قنابل مطلوبا في أرسال تجرح ضابطين في قوى الأمن. تعرضت مدينة نوى إحدى أكبر مدن ريف درعا لقصف جوي وبري عنيف. قالت المعارضة إنه يمهد لاقتحام قوات النظام هذه المدينة الاستراتيجية في محافظة درعا، وبث ناشطون مشاهد تظهر إمطار نوى بسلسلة صواريخ دفعة واحدة. مقاتلو المعارضة على هذه الجبهة ناشدوا باقي الفصائل التحرك لمساندتهم في صد الهجوم، في حين ذكرت وكالة سانا أن القوات المسلحة استهدفت تجمعات الإرهابيين في محيط نوى وقضت على أعداد منهم. أكثر من 100 صاروخ على مدينة نوى. وفي حلب قتل 13 شخصا وجرح 17 آخرون إثر سقوط قذائف صاروخية على حي الأشرفي الذي يسيطر عليه النظام شمالي المدينة. وأفادت وكالة سانا أن القذائف سببت تدمير منزلين وإلحاق أضرار بالممتلكات، لافتة إلى أن الحي نفسه كان قد تعرض أمس أيضا لقذائف صاروخية أدت إلى مقتل 3 أشخاص وجرح 20 آخرين. داعش يتقدم على جبهة دير الزور وعينه على حقول النفط. في محافظة دير الزور يتقدم تنظيم داعش بخطى ثابتة، وهو نجح في الأيام الأخيرة بقضم بلدات عدة في ريف المحافظة وبات على أبواب مدينة دير الزور. في الاشتباكات الأخيرة التي خاضها التنظيم مع جبهة النصرة وعدد من الكتائب الإسلامية، استطاع توسيع مناطق نفوذه قرب الحدود السورية العراقية. أحكم سيطرته على معظم المناطق الممتدة من مدينة الرقة حيث يسيطر، وصولا إلى منطقة جديدة عكيدات في ريف دير الزور. واستمرار تقدمه في تلك المنطقة سيؤمن له صلة اتصال مع معقله الأساسي في محافظة الأنبار العراقية. الضغط على جبهة دير الزور دفع ألوية المعارضة في المدينة إلى عقد اجتماع مع ممثل عن داعش تم خلاله الاتفاق على ما يلي: خروج مقاتلي النصرة والجبهة الإسلامية من المدينة، السماح للمنسحبين بحمل أسلحتهم الخفيفة، التزام داعش بتزويد جبهات القتال ضد النظام في دير الزور بالسلاح والذخيرة. لكن يبدو أن هذا الاتفاق لم ينفذ، فبعد ساعات من الإعلان عنه تواصلت المعارك والمواجهات بين مقاتلي التنظيم وباقي الفصائل الإسلامية. مصادر الائتلاف السوري المعارض توقعت استمرار المعارك، واعتبرت أن حقول النفط في دير الزور هي من أهم أسباب استماتة داعش للسيطرة على المحافظة، لأنها بذلك ستؤمن تمويل عملياتها في العراق كما في سوريا. وبالفعل كانت مصادر أمنية عراقية أعلنت قبل أيام أن مروحيات تابعة للجيش العراقي استهدفت قافلة تضم صهاريج وقود وشاحنات تقل عناصر من داعش أثناء محاولتها العبور بطريقة غير شرعية نحو محافظة الأنبار. أوضاع النازحين السوريين بحثها وزير المال علي حسن خليل مع السفير السوري علي عبد الكريم علي، الذي أكد أن التوافق كان كبيرا حول ضرورة التعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية من أجل إعادة النازحين إلى ديارهم. التنسيق مع الدولة اللبنانية مع الحكومة اللبنانية يعني يساعد حكومة لبنان كما يساعد سوريا في إعادة السوريين إلى وطنهم، إلى أرضهم، إلى بيئتهم، إلى منازلهم. النزوح تم بتركيب متداخل، يعني ساهمت في جمعيات
وأموال وإغراءات وتزوير حقائق وقلب أمور، إضافة للقوى التي ركبت ومولت وسلحت وكانت معبرا لهذه الآلة الإجرامية التي يرى الأشقاء في لبنان ارتداداتها عليهم. أمنيا، أقدم المطلوب مصطفى حجيري في خلال قيام قوة من فصيلة درك عرسال بمداهمة منزل ذويه في حي أبو زيدان في عرسال على إطلاق النار ورمي 3 رمانات يدوية هجومية على القوة، ما أدى إلى إصابة ضابطين وعنصر بجروح طفيفة. وبعد تفتيش المنزل جرى ضبط بندقيتي بومب أكشن ورمانة يدوية هجومية وأجهزة عسكرية وكمية كبيرة من المخدرات، كما جرى توقيف والده. استفاقت بلدة ظهر المغارة في إقليم الخروب على سلسلة سرقات طاولت كنيستي البلدة وبلديتها، فقد دخل مجهولون إلى مبنى البلدية عبر الخلع وسرقوا الخزنة وما يقارب 5 ملايين ليرة وبعثروا المستندات. أما في الكنيستين فقد خلعت الأبواب الرئيسة وسرق صندوقا النذورات، وعلى الفور حضرت الأدلة الجنائية والقوى الأمنية ورفعت البصمات وفتحت تحقيقا لمعرفة الجنات. اجتاحت شاحنة عند أوتوستراد الصفرة باتجاه بيروت فانا لنقل الركاب، ما أدى إلى انقلابه تحت المسلك الغربي وإصابة كل من كان في داخله. فرق الصليب الأحمر سارعت إلى المكان وبدأت بإسعاف الجرحى الذين نقل 6 منهم إلى مستشفيات في المنطقة، وأغلبيتهم أصيبوا بكسور، فيما جرت معالجة 4 آخرين في مكان الحادث. عناصر قوى الأمن الداخلي حضرت أيضا إلى المكان وبدأت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث، وقد تبين من التحقيقات الأولية أن الشاحنة التي صدمت الباص كانت تسير بسرعة كبيرة، وبسبب الحادث أيضا زحمة سير خانقة. تتابعون بعد قليل. منجم تركيا ترتفع ضحاياه إلى 284 و18 مفقودا. في محصلة جديدة لضحايا حادث منجم سوما غربية تركيا، لا يزال 18 عاملا على الأكثر أو على الأقل عالقين في المنجم حسب ما أعلن وزير الطاقة التركي، في وقت بلغ عدد ضحايا الحادث 284 قتيلا. في الملف النووي الإيراني، وفي حين يستأنف المفاوضون عن إيران ودول مجموعة 5+1 في فيينا المفاوضات سعيا للتوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات حول الملف تتقدم في أجواء من حسن النية ولكن بصعوبة كبيرة وببطء شديد. في المقابل، عبر مسؤول أمريكي كبير لرويترز عن قلقه إزاء عدم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل الذي يزور إسرائيل أن المفاوضات النووية يجب أن تمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، ورد هيجل بالقول إن بلاده تسعى إلى الهدف نفسه، وقال: أريد أن أطمئنكم وأطمئن الشعب الإسرائيلي بشأن التزام الولايات المتحدة عدم السماح لإيران بامتلاك هذا السلاح. ختام النشرة، إلى اللقاء.